وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد رضا منفردي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس. السيد رضا منفردي، شكرا لك على قبول هذه الدعوة والمشاركة في نشرة الثامنة. ولميثاق العمل الوطني دور كبير في دعم القطاع الرياضي في مملكة البحرين، لو تحدثنا أكثر سعادة السيد رضا منفردي حول هذا الموضوع. مساكم الله بالخير، وبداية حابة أشكركم على هذه الاستضافة عبر الهاتف. طبعا أود في البداية وبهذه المناسبة الوطنية أن أرفع أسماء آيات التهاني وخالص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله. طبعا كما هني شعب مملكة البحرين بهذه المناسبة التي هي فرصة لاستذكار الإنجازات المتميزة التي حققتها ولا زالت مملكة البحرين في مختلف المجالات، ومن بينها طبعا مجال تمكين الشباب ودعم الرياضة. ولعل الجوائز التي حصدتها مملكة البحرين على المستوى الرياضي هي دليل على المكانة العالية التي وصلت إليها المملكة في المحافل الرياضية بفضل دعم سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وكذلك لا ننسى الاهتمام الدائم والمتابعة المستمرة التي يوليها سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية. وفي هذه المناسبة نثمن الاهتمام الخاص الذي يحظي به مجال الشباب والرياضة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، من خلال ما أولته القيادة الحكيمة من دعم ومساندة لهذه الشريحة المهمة والأساسية في المجتمع البحريني، وما وفرته من برامج متطورة شملت جميع المجالات التي تحظي على اهتمام الشباب، وهيئة الأرضية المناسبة للإبداع، وبالتالي تحقيق العديد من الإنجازات التي يفتخر بها المواطن. طبعا ومن هذا المنطلق فإن السلطة التشريعية وعلى مدار هذه الفترة منذ صدور ميثاق العمل الوطني عملت على سن الكثير من القوانين والتشريعات التي تدعم وتعزز المجال الرياضي وتنهض بشؤون الشباب. طبعا ناقشت لجنة شؤون شباب مجلس الشورى العديد من التشريعات التي تعتبر في غاية الأهمية وتصب أغلبها في صالح تطوير القطاع الرياضي في مملكة البحرين ومواكبة التشريعات الرياضية الحديثة، والتي صدر بعضها بالفعل كمثال في قانون الاحتراف الرياضي. نعم. الذي نقل الرياضة والرياضيين من إطار الهوية وتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل، وبما يسهم في تحسين القدرة التنافسية في المحافل الرياضية والإقليمية والدولية. أيضا بحثت اللجنة مرسوم بقانون بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وكذلك يهدف إلى استكمال الإجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني من خلال توجيه بجواز إنشاء الأندية في شكل شركات تجارية. وكذلك مارست اللجنة دورها في اقتراح بعض القوانين من ضمن لقطاع الشباب والرياضة كاقتراح إنشاء مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، واقتراح تنظيم أنشطة المراكز وأكاديميات الرياضية. وفي النهاية طبعا لازم نستذكر هالشيء أن في قطاع الرياضة والشباب من القطاعات التي تحوز على اهتمام كبير من القيادة الحكيمة ومتابعة مباشرة. طبعا هاي كله إيبانا بدور الشباب في بناء نهضة المملكة وتطورها. نعم، سعادة السيد رضا منفردي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.